تساعدني يا استاذ مجدي. انت يا اخويا مش ناوي تخلصني من الظابط اللي اسمه علاء ده؟ صدقيني انا حاولت انقله وابعده باي شكل، لكن للاسف ما قدرتش. طب والحل ايه؟ كل يوم والتاني بينط لي هنا، انا خايفه يا اخويا الطوبه تقع في المعطوبه. ما تخافيش، عموما انا عندي حل. قول. تجندوا كاتب النيابه اللي بيكتب اذونات النيابه قبل ما يقوموا باي كبسه. يعني ايه نجندوا؟ يعني تشتروا ذمته. يعني نبلصه يا اختي ويبقى معانا. ايوه بس اهم حاجه انه يبقى معانا على طول. هو احنا قلنا لا؟ ان شاء الله حتى يجي يقعد معانا جوه البيت. انا رايي نعمله مرتب كل شهر من جنيه الالف، ولو عايزني كمان اعمل له مكتب هنا في المنطقه ما عنديش مانع. المهم نعرف سكته منين يا اختي. ما تقلقش، سيبوا الموضوع ده عليا وانا هجيبه لكم لحد عندكم. تسلمني يا غالي، انا طول عمري بقول كده برضو يا اخويا، ما يجيبها الا رجاله. والله ما انا عارف اقول لك يا عبد المنعم بيه. ان كان عليا انا محبب عليا، ده ابن اختك، او على الاقل يبقى زيتنا في دقنا. انما هعمل ايه بقى؟ البيت من ساعه جوزها ما مات الله يرحمه مفيش حد مالي دماغها ابدا. يعني ايه مفيش فايده يا حاج؟ لا مؤاخذه يا ابو شنب بيا، اخويا ابوها غلب معاها، يجيبها كده يجيبها كده ان دماغها تلين ابدا. لا مؤاخذه في اللفظ، يعني زي ما تكون كده ملبوسه ولا معمول لها عمل. ايوه بس فتحي فهمني ان جوزها الله يرحمه كان مطلع عينها. المهم انا والله ما اعرف الحكايه دي، ما عرفتهاش غير بعد ما مات الله يرحمه، ومش منها، لا من امها. بقول لك مفيش راجل مالي دماغها ابدا. تقول عليا كذابه يا ابو شنب بيه لو انا قلت لك ان ابوها ده شرب المر من كعانه بسبب البت دي ومش عارف يعمل معاها ايه. انا بقول نستنى عليها شويه، وهو الزمن بينسي البني ادم حاجات كتير. وماله يا حاج نستنى، والعريس برضه هيفضل متمسك بكلمته. بس لا مؤاخذه يا اخويا يا ابو شنب بيه في اللفظ، يعني سامحني، العريس ده كان شاف بطه بنت الحاج فين؟ لا ما هو مش مهم يشوفها، المهم انها بنت الحاج ابراهيم العقاد. الله يبارك فيك، ربنا دي من معروف ان شاء الله. طيب استاذن انا بقى يا حاج. تستاذن فين يا راجل؟ ده انت حتى لا دقت الكنافه ولا البسبوسه. لا معلش متشكر قوي، مش هقدر يا حاج، اصل عندي اجتماع مهم ولازم احضره. خلاص يا اخويا الجايه دي ما تحسبش. المره الجايه تجيب الست هانم معاك عشان اعمل لها الاكل بايدي، الممبار والكرشه والحاجات الحلوه دي. ما احنا لسه كنا بنتغدى عندكم يا حاجه. اهو طلعت من بقه اهو يا حاج، عشان اقول لك يا اخويا طلعني الحج مره كمان انت مش موافق، عشان خاطري بقى وافق المره دي. قرر انت بس عايزه تطلعي امتى، والتاشيره هتكون عند حضرتك وانا هرتب لك كل حاجه هناك. طب هنطلع كلنا بالمره بقى. المهم نخلص الاول من الجوازه دي يا حاج، وبعدين نعمل اللي احنا عاوزينه. سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مع السلامه سعاده البيت. مع السلامه يا حاج. انست وشرفت يا ابو شنب بيه. الله يكرمك. مع السلامه يا باشا. مع السلامه. الف سلامه.